صباح الخير مره تانية دلوقتي معادنا مع منشطات وعناوين الصحف المصريه لهذا الصباح صباح الجمعه 14 3 2014 هيقراها معانا النهارده الكاتب الصحفي الاستاذ روبير الفارس نارك سعيد يا استاذ روبير سعيد آه معنا سعيد ازي حضرتك معانا مجموعه متنوعه النهارده من الاخبار هنبداها من جريده الشروق واول خبر معانا بيقول الارهاب يستهدف اتوبيس جيش بالاميريه من الاخبار اعترافات مثيره لمجموعه الردع والتامين الاخوانيه من الشروق الشروق مرة أخرى عنان أول المنسحبين من سباق الرئاسة. من الأهرام نظام جديد لتوزيع الخبز حفاظا على جودة وكرامة المواطن. من اليوم السابع الحكومة تقر مشروع قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتحيله لمجلس الدولة. من الشروق من جديد اتفاق بواسطة مصرية لتثبيت التهدئة بين غزة وإسرائيل. ومن المصري اليوم رئيس الهيئه الهندسيه بيقول ننفذ مشروع المليون وحده سكنيه مع الشركات المصريه من الاخبار بعد توقف 33 عاما منصور يكرم فاتن حمامه في عيد الفن وخبرين من الاهرام مصرع خمسه واصابه عشره بالاسكندريه بسبب الطقس السيء واخيرا حسن حمدي يودع بالدموع القلعه الحمراء معلك سعيد مره تانية استاذ روبير الفارس الكاتب الصحفي واول خبر معانا عن استهداف الارهاب لاتوبيس جيش بالاميريه اسفر عن مصرع ضابط و... واصابه عدد من قوات الامن طبعا في البدايه بنعزي اسره الضابط وبقت مشكله ان حوادث الارهاب بقت زي حوادث الطرق يعني كثيره ومتكرره وفكره انه لما بتستهدف القوات المسلحه او الداخليه الناس بتخاف اكتر المفترض ان دول هم اللي بيحمونا ففكره استهدافهم بيعمل قلق عند الناس لان لو كانوا دول اللي بيحمونا بيتضربوا كده وفي النهار وبالطريقه دي والاوتوبيسات بتاعتهم اللي هي معروفه وواضحه ففين تامين بقيه ال بس ايه ملابسات الحادث ده تحديدا؟ يعني هو بيقولوا في ملسمين طلعوا على الأوتوبيس وفي منطقه الاميريه وامطروا بال بالرصاص إيه فاصيب صف ظابط قصدي توفي استشهد واصيب ثلاثه من رجال القوات المسلحه وهم موجودين دلوقتي في مستشفى العسكريه من قوات الجيش من قوات الجيش أوه. فطبعا المتحدث العسكري قال إن الجناة ينتمون لجماعة الإخوان اللي هي بتقوم بالعمليات الإرهابية دلوقتي فكرة هم قبضوا إن... عليهم يعني لا لحد دلوقتي لا. لسه هم يعني الأسد بيعرف من بصماته فلأن مين مستهدف الداخلية والقوات المسلحة أوه. في كل بياناتهم هم الجيش وكان قريب في صفحات على الفيسبوك حط عناوين ظباط وعناوين يعني جنود سواء داخليه او جيش فقبضوا على الناس دي والناس دي كلهم الاخوان الفكره ان ده مرتبط بالخبر اللي نشراه متهيألي <applause> الاهرام اليوم السابع الحكومه تقر مشروع قانون مكافحه جرائم الارهاب وتحيله لمجلس الدوله فهي فكره قر القانون هي اللي هتمنع جرائم الارهاب يعني احنا مستنيين قانون عشان تمنع ده، ما انت م. عندك قانون عملته لمنع التظاهر وكل يوم جمعه باخر النهار بتطلع وزاره الصحه بعدد من الضحايا وبتتساب المظاهرات. وبيقبضوا على الناس الغلط. وطبعا ناس كثيره بتفضل، ولما بنتكلم بيقول لك احنا بنحارب الارهاب فطبيعي كله ضحايا. م. فطبعا ضحايا بيجوا من الناس الغلابه. م. فهي الفكره مش ان انا اقر قوانين الفكره ان انا انفذ. <applause> يعني انت عندك قانون بمنع المظاهرات الا بتصريح طب المظاهرات اللي بتطلع بعد صلاه الجمعه كل يوم <applause> جمعه بقت عاده طب فين التصريح ما تطبق القانون <applause> يعني يعني حضرتك شايف ان المشروع القانون القانون نفسه مش كافي ولكن تطبيق هذا القانون هو احنا عندنا كم قوانين هو في حد هيمنع لو ما فيش قانون لمكافحه الارهاب وفي الناس دي بتختال ضباط الجيش والشرطه في النهار أوه. على سنه الرماح زي ما بيقولوا طب مين اللي يعني لو حد قبض عليهم او حد منع ده هيقولوا له لا ما فيش قانون ما هي جرائم وقانون العقوبات عندنا مليان مواد للصبح مم. هي الفكره تنفيذ ده طيب اعترافات مثيرة خلينا برضه في نفس مم. الشأن كده نخلص الأخبار دي مرة واحدة مم. اعترافات مثيرة لمجموعة الردع والتأمين الإخوانية إيه هي أصلا مجموعة الردع والتأمين؟ هي مجموعة دي؟ بتنتمي للإخوان المسلمين كان تم سموها ردع وتأمين أنهم هيأمنوا نظام الإخوان مم. فكان تم تدريبهم في غزة في حماس وفي اعترافاتهم للنيابة زي ما نشر الأخبار في الصفحة الثامنة بيقولوا أن هم قابلوا هنية وزير داخليه حماس في معسكر تدريب جبل الكاشف ودربوهم هناك كويس وهم قتلوا مجموعه من المصريين بعد 30 يونيو معترفين باسماء بعضهم فالفكره دلوقتي طيب قبض عليهم, دلقوبد عليهم قبض عليهم متهيألي في سينة. في سيناء في سينة. وفي منهم دخلوا القاهرة بعد 30 يونيو وابتدوا ينفذوا عمليات ارهابية، فتم القبض عليهم بعد ما عدد من المصريين يعني. فالفكرة كلها ان طيب المجموعات دي اتسابت ازاي؟ يعني م. في اسئلة كده محدش بيجاوب لنا عليها. م. الأجهزة بتاعتنا سابت الناس دي تروح غزة تتدرب هناك لما أنتوا عارفين من مثلا. ففي أسئلة محيرة مش عارف هنعرف إجابتها إمتى. أو. يعني اوكي اتقبض عليهم بعد ما قتلوا الناس مم. احنا نفسنا كده ننسى حكايه هو دي مسؤوليه مين يا استاذ روبير مسؤوليه المخابرات الحربيه مثلا ولا بصي انا بتكلم على الاجهزه السياديه ككل أو. لان توزيع المسؤوليات لو احنا عارفين احنا عندنا اجهزه سياديه قويه جدا انا مم. متاكد من ده وعارفين كل حاجه مم. بس في في اسئله كده عند الواحد الشيطان بيوسوس له بيها <applause> طب لما هم مرصودين ومعروفين ليه اتسابوا لما يقتلوا ناس؟ ما أنا. آه يفكرك بالافلام العربي بتاعه زمان لما البوليس يوصل في, في الاخر اه في الاخر فطيب ماشي دول بقى عاوزين يجيبوا الناس الباقيين يعني احنا مم. لو في قدر من الشفافيه نعرف في سينا فيها كام ارهابي والمتحدث العسكري بيطلع كل كام يوم بيتقتلوا مجموعات منهم م. طب داي قد ايه عاوزين نعرف هتأمن امتى م. وده وده كسينا تحديدا لو دخلنا على الخبر بتاع انشاء مليون وحده سكنيه م. هل سينا مدرجه؟ في مساحتها الكبيره الشاسعه دي هل ممكن تحل لنا التقدس اللي موجود في الوادي بشكل صعب والناس خلاص بقى يعني لازقه في بعضها كده فمحدش جاب سيره سينا يعني اوكي الصعيد مهم برضو جدا هي اصلا نفسي طيب اللي هي المشروع ده اللي هو ده الخاص اللي هو هينفذه القوات المسلحه القوات المسلحه ده المشروع بتاع مع مسلحة. شركات مصريه مع شركه زي ده كان امارت أعلن عن, عن ان هي شركات اماراتيه اه هو قايل الليور اللي هو رئيس الهيئه الهندسيه انه مم. في شركات مصريه اصل مليون واحده يعني ده ممكن يبقوا منفذين يعني الشركه الاماراتيه حتى حتى حسب حتى حتى الخبر و... حطوا اعلان للشركه آه شفت, الشركة شفت الشركة الاعلانات الاماراتيه وحاطين اسمها انا مش متذكره اسمها طبعا احنا مش هنقوله <applause> علشان ما يبقاش مثلا. اعلان يعني م. لكن هم في الخبر اللي قايله هنا اللي هو طاهر عبد الله م. ان الهيئه هتكون يعني في تعاون مع شركه اماراتيه وفي بقى الشركه دي يعني هيبقى في وزا... هتتعاون مع وزارات فهتدي شركات مصريه يعني ش... وزاره الاسكان التنميه المحليه مم. وكمان الانتاج الحربي وكده فهيتم توزيع الاماكن وهيتم توزيع ده على شركات متخيل ما فيش شركه يعني مش بس شركه إماراتية, اماراتيه فقط يعني. بس يعني هي اللي تقوم بده كله يعني أوه. مع كامل حبنا للامارات ما احنا عايزين برضو العمال والناس بتوعنا والشركات طبعًا. بتاعتنا تشتغل طبعا فده كويس هو هو بالنسبه للمشروع ده كمان بس كان بس عايزين ادراك سينا يعني انا دلوقتي هم محددوش الاماكن غير بالكلام اللي هي آه ايه بقى الأماكن؟ اللي هي يعني بيقول لك القاهره مثلا في اماكن بعض الاماكن الصحراويه وبرج العرب في اسكندريه آه. وكده والصعيد مش محددين فين بس احنا عندنا مجموعه من المدن الجديده يعني في المنيا الجديده في اسيوط الجديده في سوهاج الجديده آه. عايزين سينا طبعا عايزين سينا يعني سينا والنوبة و... و... عايزين الدنيا تتفك شوية مم. من القاهرة والزحمة بتاعتها مم. فارت انا بس كنت عايزه اعرف مم. فيما يخص هذا المشروع وتم مم. الاعلان عنه قبيل يعني ترشح المشير السيسي للرئاسه ففي ناس كتير ربطت ما بين المشروع ده وكتير من الحاجات اللي بيعلن عنها مؤخرا وما بين الحمله الانتخابيه للمشير السيسي ما اعلنش ترشحه حتى الان يعني يعني أم. يعني في ناس ربطت ان مم. قد يكون ده تمهيد تمهيد لي اه يعني تمهيد لطرح المشير السيسي نفسه كرئيس للجمهوريه. اه ده ممكن يعني هو ممكن يكون ده بند من البرنامج الانتخابي بتاعه بس مم. فكره طرحه قبل ما يترشح دي ممكن تعمل بلبله وتصير تساؤلات. طبعا. يعني كان المفروض انه يترشح ويبقى فيه المشروع ده ويبقى بعيد عن القوات المسلحه الحقيقه وبعيد خالص عن مش القوات مؤسسات الدوله لا لا يعني, يعني واقعيا هو ماشي مم. بس واقعيا هو يعني ده الواقع هي اكتر حاجه منظمه عندنا يعني اكتر حاجه منظمه وبتعمل شغل منظم أيوة. ففكره اللجوء ليها عند المشاكل ما هو جاي من يعني جاي من هناك فاكيد هيستعين بالهيئه الهندسيه بجهاز خدمه المواطنين هم منظمين جدا لا هو كان في يعني المتحدث ف... العسكري اخرج بيان ردا على بعض المنشطات اللي نشرتها جريده المصري اليوم وقالت ان الهيئه الهندسيه بتعمل في حملة المشير السيسي فخرج بيان من المتحدث العسكري قال دي معلومات غير دقيقة ونرجو تحري الدقة وكده ولكن رفض خبر اهو في المصري اليوم اللي بيتكلم على حسب المصري اليوم الزميلة وفاء بكري اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة <applause> انا مش مشكله عندي على فكره بقى مين اللي ينفذ انا مشكلة. حاجه التنفيذ انا مشكلة عندي الفصل من دلوقتي عشان نبقى على نور هيجي إن من ناس إنه, مين؟ انه لو لو في مرشح هو اساسا ابن المؤسسه العسكريه لما بيخرج من المؤسسه العسكريه يبقى هو صلته انقطعت بهذه المؤسسه ما يست يعني ما يتمش استغلال هذه المؤسسه في اي نوع من انواع الدعايه من قريب او من بعيد عشان تبقى كل الفرص متاحه للجميع على قدم يعني على نفس القدم المتساوي ده صعب متهيأ انه يحصل طيب. لانه زي ما قلت لك هم عندهم تجارب جدا. كويسه وهينفذوا وهي المشروع طب يعني ما ينفذوا المشروع بس ما يبقاش مربوط بحملات انتخابيه دلوقتي ما هو دلوقتي ما تقدريش تقولي مربوط لانه لسه ما تعلمش هو ما ترشحش مش يمكن ما يترشحش ميمكن. حد عارف محدش عارف طب خلينا نشوف اللي <applause> <الفريق سميع عنين. تصفيق> ترشح وما ترشحش اه الفريق سامي عنان حلو جدا قصدي هو الفريق سامي عنان هو ده حقيقي الفريق سامي عنان ترشح وبانسحب بترشحه اصلا الانتخابات لم يفتح يعني باب الترشح اساسا هو كانت فيه نيه للترشح ايوه ايوه وتم النيه عن النيه بالظبط وكان اعمالها بالنيات ولكل امرئ وفاء. بالظبط طيب تعليق حضرتك ايه على انسحاب الفريق آه سامي عنان يعني من سباق الرئاسه ومن دخلش الم... ايوه من سباق الرئاسه المنتوى المنتوى <applause> المنتوى دي دقيقه لا هو الفريق سامي عنان يعني كانت فرصته كبيره بعد 25 يناير ولو تفتكر في المجلس الاستشاري اللي اتعمل بعد الثوره لما كان بيقول كلمه وفي وقت الثوره نفسها انا فاكر يعني وضعوا امال كبيره عليه رئيس الاركان كانت شرايط الاخبار كده يقطع زيارته لامريكا كانه جاي بقى بالحل السحري وناس كتيره توقعته لما كان بياكد دايما على تصريح مدني ان مدنيه الدوله خط احمر ففي ناس كتيره من اللي كانوا خايفين على مدنيه الدوله من الطيارات الاسلاميه المتطرفه كانوا حاطين امل كبير عليه ما هو المشكله انك تختاري في الوقت المناسب بس انت بتشوف مناسب. ايه اسباب ترشحه وايه اسباب انسحابه دلوقتي قبل بدء معركه الرئاسه انا من رايي يعني ان هو راجل واقعي <applause> احنا ملوش شعبيه في الشارع خالص دلوقتي <applause> بالعكس ليه اتهامات كتيره وفي اتهامات ما ردش عليها وهو نفسه تسبب في اتهام نفسه في الفصل اللي نشره من مذكراته عن اللقاء اللي تم مع رئيس الاركان الامريكي في قاعه امريكيه قبل ما يرجع أثناء ثوره 25 عفوا يناير اللي اللي نشره كان ضده ان هو قال اتكلم معاه ساعه وبعدين بيقول له هتعملوا ايه كلمه ورد غطاها بس طيب في ناس ربطت في وردت ان في ضغط حصل من قبل مثلا قاده في القوات المسلحه وقيل طرح اسم اللواء الرويني و... و... رزق كتب كتبت اسماء يعني وقال حتى لو ده مصطفى بكري انا متهيالي هو لو واصل من نفسه كانوا وسطاء يعني اه بس لو هو عنده قاعده عريضه م. اصل هم دلوقتي هيبقوا اتنين من خلفيه عسكريه م. ثانيا هو زي ما قلت لك في الشارع حصل كتير اتهامات وحصل كلام كتير عليه م. وفي مذبحة مسبيره ودوره فيها محدش يعني لحد دلوقتي احنا مش عارفين ما بتهمش حد بس لحد دلوقتي احنا مش عارفين الردود على الكلام ده ايه فهو فقد جزء كبير من شعبيته ففكره ضغوط او مش ضغوط النتيجه ان هو الرجل يعني عرف مقدار وجوده في الشارع فانسحب ده رايي لكن الناس ضغطوا عليه او المصلحه الوطنيه والاعلام ده البيان اللي لازم يتقال بس الفكره كلها ان في شخصيات ظهرت معاه في المؤتمر الصحفي انا بناشد الفريق السيسي لو هيترشح الناس دي في الشارع مش محبوبه يا سياده الفريق ارجوك يعني توصلك الرساله الناس دي ناس كل العصور ومن بكري وبدري كده عليهم علامات كتيره يعني يا ريت بجد يبعدوا يبعدوا عن المشير مم. لو هيترشح الناس بتحبك فما تخليش حد يوجه اسهم ضدك بسبب الناس دي الكاتب الصحفي الاستاذ روبير الفارس بشكرك جدا على قراءه صحافه اليوم ونهارك سعيد نهارك سعيد فقراتنا لسه متواصله معاكم في نهارك سعيد راجعين بس بعد الفاصل